عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. دابا الان رحنا عملنا شي جوله اليوم، النهار مزيون ومشمش بعد ديك الشتيوه الرقيقه اللي طاحت تبارك الله. عملنا شي جوله هكذا ديال خريجه هكذا حدا البحر، هانتوما كتشوفوا. بغيت ناخذ هكذا شي طاجين ديال الفخار، قلت هكذا نصور لكم شي شويه ديالنا انا والبنيته ديالي. هكذا مزيون، واحد المنظر ما شهيتكم فيه. وهذا البائع اللي كيبيع هذا الفخر هكذا على واحد الجهه كيقولوا لها الطريق الساحلي، انتم كتشوفوا. كاينين طويجنات، انا هادو ما بغيتهمش، ما بغيتش هادو. وغادي نوريكم الشكل اللي اختاريت من هادو، هادو اللي فيهم هكذا الخشيبه وعندهم انتم كتشوفوا هكا، عندهم هاد الحديده هادي. دابا عاد ظهروا خرجوا، صافي خديت شي واحد راه جمعوا ليا، من بعد غادي نصوبوا في الدار هكذا. ملي ضرب مزيون تبارك الله، يعني الا شمشت هيتي كتلقاي. هانتوما كتشوفوا الطويجنات مزيونين بزاف، والطريق حدانا، يعني الواحد نوريكم الخويبيات تبارك الله. اللي بغى يدير شي خابيه هكذا هكا يعمل فيها الزيتون او لا، مزيونه هادي ديال زمان. هانتوما كتشوفوا بالغطيوه، تا شي ان شاء الله شي مره هادي، وناخذ شي خويبيه هكذا نعملها في الجريده ديالي. هادو القليلات عاوتاني، هادو الطويجنات عاود بالاشكال والانواع. وين هاد البلاصه هادي؟ يعني هكذا شي جوله هكذا خفيفه، ديما تنجي ناخذ عليه. الصراحه كيصاوب في الاثمنه، هانتوما كتشوفوا عنده كاع، هانتوما كتشوفوا الحويجات مزيونين، اللي بغيتي موجود. والصراحه والله الا كيصاوب في الثمن، مسكين والله الا كيصاوب. ايوا انا عجبوني هاد، نشوفوا شويه هادو، عجبوني هادو ديال سميتو الجامع، كنصوب رائع. وهادو شي قلعه، هادو منين تيجيو هاد الصنعه هادي؟ من مراكش. من مراكش، اللي مشى مراكش يتقضى هاد الشيء، واللي باغي يدي شي سوفونير ولا يدي تم عند هاد محمد في الطريق الساحلي وديال اسفي. عندهم الخزف بزاف، هنا هادي زينات. ايوا صافي، هذا مكان كاين الخير كاين القلل، كاين كل واحد ياخذ اللي بغى. المناظر هكذا حدا هاد يعني بائع الطواجن ولا الفخار، كاين مناظر زوينه هنا. هنايا واحد المصيف، يعني من الصيف للصيف كيكون عامر تبارك الله، ولكن البحر ديالو ما نقولكمش عليه الصراحه، زوين 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 بزاف. هاد الجهه هادي ديال الطريق الساحلي، هانتوما هاد الجهه هادي عاوتاني دايرين هكذا هاد لي بتي يعني كافيرن ولا بحال لي كيوسك، شفتو زوينه المناظر كتحمق. هذا في الصيف هنا ما تلقيش بلاصتك، الباركين والناس يعني الصراحه زوينه بزاف. هكذا هذا مكان، حبيباتي المناظر الطبيعيه ديال البحر، هانتوما كتشوفوا تبارك الله، واعر 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 واعر، واحد المناظر ما شاء الله عليها. كان طاحت شويه الصباح شويه ديال الشتاء، دابا هانتوما كتشوفوا البحر رائع. هاد المناظر ما نقولكمش عليها، يعني هاد البحر سبحان الله ممتد وزوين في الصيف، يعني الصيف للعومان ما شاء الله.
زوين كيكون عامر هاد البلايا او هاد يعني الشاطئ هذا كيكون عامر مترتق، ما تلقاش البلاصه ديالك فين تتمشاي الصراحه. لي باراسول الدراري يعني القهاوي كيديروا الكراسه هنايا يعني الصراحه ما شاء الله. شوف 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 المناظر، هذوك السحب زالين تبارك الله. قلت نغنم الفرصه ونغتنمها باش نصور لكم شويه، نقربوا شويه حدا البحر. هذا الرائع، هذا المنظر، هذا غزال. ان شاء الله ما كتابش هذا العام باش نصور لكم في الصيف حيت كنت مسافره. ان شاء الله نوعدكم الى حيانا الله انني ندير لكم هكذا جوله في هذا البحر وتشوفوا بعينيكم. يعني كتعرفوا بان الناس كاين اللي كيبغي يتصوري كاين اللي يبغي ما تصوري. المهم زوين، كاين شي دويرات هكا. الجوله هكا تعجبكم وترقكم وتكونوا فوجتوا معنا شي شويه، ونشوفوا عاوتاني الا لقينا شي مناظر اخرى ما نصوروا لكم. وبالصحه والراحه. السلام عليكم حبيباتي، ها حنا كيف كتشوفوا معايا رجعنا للدار بعد ما دوزنا واحد الوقيته زوينه وتفاجأ بها الخطر على شط البحر. رجعنا باش نوريكم اشنو تقديت من عند هذاك الراجل اللي كيبيع الفخار. تقديت كيف قلت لكم واحد الطويجين هكذا زوين، ها انتما كتشوفوا معايا الطويجين هو هذا. كان قال لي الثمن ديالو 40 درهم وخلاه لي بديك 35 درهم. الطاجين ديالنا هو هذا، ها هو هذا اللي فيه هنايا هاد الحديده هادي وعنده ليديات ديال الخشب. هاد الطويجين زوين بزاف، عجبني الصراحه. اولا لانه عنده هكذا بجوج اليدين باش كنمسكو من يعني من الحراره باش ما نحرقوش يدينا، وايضا عنده هاد الحمايه ديالو باش ما من الحديد باش ما كيتشققناش. هاد الطويجين هذا ان شاء الله غادي نعملو في الماء ليله كامله حتى لغدا، وغادي نشفو. ديك الساعات ملي غينشف مزيان من الماء غادي نبقى كندهنو هكذا بشويش ديال الزيت ونبقى نعملو من الفران. بعد ما كنسد الفران نطفي على الخبز نبقى هكذا مره مره كنولي نعاودلو الطياب ديالو باش ما يبقالناش هكذا فيها ناش فيه البنه ديال الطين وما يتسربناش المرقه من التحت. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون راقكم وتفاجئتوا حتى نتوما مع هاد الخريجه هادي. ان شاء الله نكررها في الايام المقبله الى تحت لنا الفرصه. الى اول مره كتدخلوا تشوفوا القناه ديالي تشاركوا معنا وتابونيو، وهذا تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والحباب ديالكم. خليت لكم الراحه والى فيديو اخر او لوصفه اخرى او لخريجه اخرى ان شاء الله بحول الله. تهلاو ليا فراسكم وكنبغيكم بزاف وبسلامه عليكم.